مرحبا. الأسبوع الماضي جربنا الام جي 4، وهذا الأسبوع معانا سيارة بتنافس الام جي 4 بشكل أساسي. نشوف الجي دبليو ام أورا للعام 2024. نبدأ من التصميم الخارجي. مثل ما أنتم شايفين، السيارة بتشترك مع بعض الطرازات المعروفة في تصميم الواجهة الأمامية. ما بنقدر نحكي أنه تماماً مثل السيارات الأخرى يلي هي الميني كوبر والفوكس فاجن بيتل، ولكن في عندك هاي المصابيح الدائرية، شكلها بعتقد بناسب بعض الناس. وفي عندك هذا التصميم لغطاء المحرك مثل السيارات الرياضية، ولكنه سيارة مثل ما بنعرف هي بسيطة وقدرتها متواضعة. الإشارة تبع الأورا إشارة غريبة مثل علامة الاستفهام، وبعض الناس بيشوفوها مثل كأنه دعسة قدم ما بعرف ليش. في عندك هنا الكاميرا الأمامية، وفي عندك في هاي المنطقة تفاصيل لطيفة عملتها جي دبليو ام. هلأ نحن جربنا سيارات من جي دبليو ام، وهي بتسوق علاماتها تحت طرازات هافال وأورا والتانك. جربنا الهافال والتانك، هلأ معانا الأورا، وبيظل علامة فرعية أخيرة هي الوي، مش موجودة في أستراليا بس توصل عنا منجربها إن شاء الله. من الجانب في عندك عجلات بقياس 18 بوصة، وفي هاي النسخة في عندك السقف الأسود مع أغطية المرايا ملبسة بالأسود الثقيل أيضا. أما في الخلف ففي عنا إشي غريب، لأنه هاي السيارة فيها تصميم ما منشوفه عادة في السيارات الأخرى. إذا بتلاحظوا عندي هنا، هاي هي المصابيح اللي موجودة بالجي دبليو ام أورا. هاي المصابيح فقط، في عنا شريط ممتد بعرض المركبة أو بعرض الزجاج الخلفي تقريبا. هاي هي الإضاءة الوحيدة، بالإضافة طبعا للعاكسات في الأسفل، ولكن ما في عنا تصميم المصابيح العادية في هاي المنطقة. بيحكوا دائما إنه الصينيين بقلدوا طرازات الأخرى، ولكن هنا نحن شايفين تصميم فريد من نوعه ما شفناه في سيارات أخرى، ولطيف بعتقد. المساحة الخلفية هنا مش موجودة للعلم، يعني أنت بتطلع هون بتفكر أنه راح تكون مختبئة في مكان ما، مش موجودة. وكذلك اللي بصير عندنا مع هذا التصميم أنه حافة الصندوق الخلفي مرتفعة جدا. بس خلينا في البداية نشوف من الداخل مع بعض. هلأ في الداخل في عندنا مقصورة لطيفة التجهيز فعليا بالمقارنة مع الام جي 4 اللي جربناها الأسبوع الماضي. هون بتحس انه السيارة اقرب للتصميم التقليدي يلي نحن بنعرفه. في عندك هاي السويتشز قريبة جدا من تصميم الميني كوبر، ولكن اول ما بتفوت بتلاحظ هاي المادة اللي موجودة على لوحة القيادة، مادة لطيفة جدا بتجمع بين البلاستيك والقماش والجلد والألكنتارا كلها مع بعض، بتعطيك هذا الإحساس كله. وفي درزات باللون الأزرق متماثلة مع الدرزات باللون الأزرق على المقاعد أيضا. بطانات الأبواب أيضا عليها هاي الدرزات باللون الأزرق، ولكن في بعض المناطق البلاستيكية القاسية مثل هاي المنطقة والكونسول الوسطي بالإجمال كله بالبلاستيك القاسي جدا. في بعض المواد الطرية على بطانات الأبواب في المنطقة العلوية، وكذلك في عنا الأسود الثقيل محصور استخدامه في هاي المنطقة فقط، المنطقة الأكثر لمسا من الأصابع. ما بعرف ليش أورا أو جي دبليو ام عملت الأسود الثقيل يلي عادة بيسوي الشركات بالأسود الثقيل، عملته هنا بشكل كثير لطيف ما بيطبع البصمات مع هذا التصميم، ولكن في هاي المنطقة عملته بالأسود الثقيل. على كل حال السجاد الأرضية يمكن من الأشياء السيئة أو السلبية في هاي السيارة، لأنه من نوعية رديئة فعليا. ولكن اللي بيهتموا في معظم الناس أول ما يفوتوا للمقصورة هو الشاشتين يلي موجودات أمامنا بقياس 10 بوصات وربع. الشاشة الوسطية القوائم اللي فيها بسيطة، والتصميم فعليا ما بتحس إنه كثير منفذ بشكل ذكي. في عنا هاي الأشياء البسيطة و ما فيها إشي كثير. السيء فيها إنه التحكم بنظام التكييف بيصير من هاي المنطقة الصغيرة،
لازم تفوت عليها وبعدين تفوت على نظام التكييف. لو أنا بمشي بالسيارة هاي المنطقة بتكون بالضبط خلف المقود، ولا ما في عندنا هنا أزرار للتحكم بنظام التكييف سوى تشغيل الاي سي المكيف وقفل وتشغيل النظام بشكل كامل. هلأ القوائم اللي موجودة عندنا مثل ما حكينا هي بسيطة، ولكن بتتيح لك انك تعدل بعض الاشياء في السيارة. المساحة اللي في الداخل بعتبرها ممتازة لهذا الحجم من السيارات. انا بجلس في عندي متسع للركب، في عندي متسع للاقدام، وفي عندي متسع للاكتاف ايضا في هاي السيارة. المساحات مقبولة جدا مع انه التصميم تقليدي يلي سوته Great Wall Motors وأورا معاها. طبعا أورا، مشان لازم أحكي هاي الشغلة، الناس بتفكر أنه الأورا هي طراز واحد من Great Wall Motors، ولكن فعليا الأورا فعليا هي علامة فرعية فيها أكثر من طراز. الطراز اللي معانا في بعض الأسواق بتسوق تحت اسم Good Cat أو Funky Cat، ولكن في أسواق أخرى بتسوق تحت أورا. هلا نشوف بعض اللقطات لحيز تخزين ونصعد في الخلف. الخلف الحيز عنا بالإجمال جيد، في عنا هذا التلبيس والدرزات اللطيفة اللي على المقاعد بتمتد حتى لظهور المقاعد، بتخليك تحس انك انت بسيارة نوعا ما لطيفة جيدة جميلة، ما بعرف شو بتحب تحكي. وفي عنا نفس التنجيد على المقاعد الخلفية. للأسف ما في عنا فتحات تهوية مثل الام جي 4 اللي جربناها، ولكن في عنا مثل الام جي 4 ايضا مخرج يو اس بي اي في هاي المنطقة. جيوب التخزين زي ما انتو شفتوا بالسيارة اجمالا صغيرة وبتتناسب مع حجمها، ولكن يلي جالس في الخلف بيحس حاله انه في موقع شوي افضل من الام جي 4، لانه حافة الزجاج سواء في الامام او في الخلف منخفضة اكثر من الام جي 4، فانت بتحس انه السيارة مفتوحة اكثر. نشوف الصندوق الخلفي. في الخلف يلي عندنا بيصير انه عندك هاي الحافة اللي كنا بنحكي عنها، حافة مرتفعة جدا وتحتها في عندك هاي المسافة تقريبا عمق في صندوق التحميل. اذا بدك تحط اشي وترفعه من هون وتنزله، خاصة الاشياء الثقيلة، راح يكون مزعج تماما. هون في عندك اصغر رف في تاريخ صناعة السيارات بعتقد، ما بعرف ليش حاطينه، مع انه السيارة رخيصة كان ممكن انه يستغنوا عن هذا الرف ويخلوها رخيصة أكثر. ولكن هذا المتسع اللي عنا 228 لتر، إذا بدك تزيد حيز التخزين تقلب ظهور المقاعد الخلفية وبيوصل الحيز ل 858 لتر. جي دبليو ام اورا بتعتمد محرك واحد فقط لجميع النسخ. هذا المحرك بينتج قدرة 196 حصان اللي هي 126 كيلو وات، والعزم 250 نيوتن متر. العزم مثل ما بنعرف بالسيارات الكهربائية بتوفر من دورات منخفضة جدا، وبالتالي بتحس حتى مع هاي الارقام انه السيارة حيوية، بتعطيك حاجتك وبتقدر تتسارع فيها بشكل جيد، بتقدر حتى على الطرقات السريعة انك انت تتجاوز السيارات يلي امامك. الاستهلاك موضوع مهم جدا في السيارات الكهربائية. الاستهلاك في هاي السيارة جي دبليو ام بتحكي انه المفروض يكون بحدود 16.7 كيلووات ساعي لكل 100 كيلومتر. الاستهلاك عندنا حاليا 20.5 كيلووات ساعي لكل 100 كيلومتر، وهذا لانه معظم القيادة كانت على الطرقات السريعة. السيارات الكهربائية على الطرقات السريعة بتستهلك طاقة اعلى بكثير. بالإجمال بتحس إنه سيارة هادئة طبعاً لأنه كهربائية، ولكن حتى على الطرقات السريعة العزل الصوتي فيها جيد، التحكم بالمقود بسيط، ما في شيء يعني فوق العادة لا إيجاباً ولا سلباً. والسيارة مثل ما حكينا مع إنها دفع أمامي إلا إنه ما فيها
الشيء اللي بنسميه نحن تورك ستير. تورك ستير بصير عادة بسيارات الدفع الأمامي العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، لأنه بيكون في عزم كبير، بيكون في الدرايف شافتس بين العجلتين بيكون مش متساوي طوله، أما هنا في عنا المحرك بيكون مثبت بالوسط، وحتى مع العزم العالي 250 يعتبر عزم عالي، لسه ما في عنا التوجيه يلي بيسببه العزم. البطارية في الأورا القياسية بطاقة 48 كيلو وات ساعي، تمنحك قدرة على سير المسافة 310 كيلومترات بين الشحنات. أما البطارية اللي معانا اليوم بالإكستندد رينج فهي بطارية شوي أكبر، هي 64 كيلو وات ساعي، والمفروض أنه تعطيك بحدود 450 كيلومتر بين الشحنات. هذا هو المدى الفعلي لأورا إكستندد رينج اللي صار عندي، أنه قطعت المسافة من منزلي إلى سيدني المسافة 277 كيلومتر، خلينا نحكي 280، والمتبقي في السيارة 39 كيلومتر، يعني خلينا نحكي بالإجمال المدى الفعلي يقارب 320 كيلومتر. هلأ موقع الشركة بيحكي أنه المفروض المدى يكون بحدود 420، ولكن أنا قدت على طرقات سريعة بسرعة حوالي 110 كيلومتر بالساعة، وكانت التدفئة شغالة عندي، فهذا هو المدى الفعلي للإكستندد رينج، خلينا نحكي بحدود 320 كيلومتر على الشحنة الواحدة. هلا السيارة فيها أنظمة مساعدة للقيادة عديدة، باقة متكاملة من الأنظمة المساعدة للقيادة، ولكن مش كلها سلسة كما نرجو. فعليا في عندك خاصية القيادة بدواسة واحدة، وهي بتفعلها من الشاشة الوسطية، ولكن كل مرة بتشغل مثبت السرعة المتكيف بتفصل عندك هاي الخاصية. بدي أحاول هلا أشوف إذا بقدر أفرجيكم الموضوع بشكل سريع. أشوف هنا One Pedal Mode، Single Pedal Mode، أنا مشغله هلا، فأول ما برفع رجلي عند دواسة الوقود تتباطأ السيارة بشكل كامل. إذا بشغل مثبت السرعة عند 37 مباشرة راحت مني خاصية القيادة بدواسة واحدة، راح أرجع أنا أشتغل بفصلت مثبت السرعة المتكيف، لسه الخاصية هاي مطفية، فمش إشي كثير لطيف. شيء آخر بالنسبة للقيادة بدواسة واحدة، ما بتحس إنه هي سلسة تماما، هاي شغلة. مثبت السرعة المتكيف فعليا موجود، ولكن حركته ما حسيتها إنه سلسة تماما. بالإجمال بتحس إنه السيارة يعني جيدة، فيها تجهيزات مش موجودة في سيارات. كان عملنا حادث مع السيارة اللي أمامنا، بس شو بدك تساوي، الناس مرات ما بينتبهوا. فعلى كل حال الغريب، بما أنه شوفتوا اللي صار، الغريب أنه نظام التحذير من التصادم الأمامي ما نبهني، ما بعرف ليش، يمكن لأنه أنا يعني مباشرة حطيت رجلي على دواسة المكابح، يمكن هذا السبب. ولكن فعليا في بعض اللحظات لما كنت برجع للخلف السيارة اكتشفت أنه في حركة مرور في الخلف وراي، وفعليا عملت الكبح تلقائيا عني. نحكي عن النتيجة في هاي السيارة، النتيجة بمصداقية مثل ما عودناكم. هاي السيارة فيها بعض المزايا وبعض العيوب. المزايا خلينا نبدأ فيها، لأنه السعر اللي عم نحكي عنه هو سعر منخفض تماما، ببلش من حوالي 36 ألف دولار أسترالي للنسخة الأساسية. النسخة اللي معانا هي الإكستندد رينج بوصل سعرها ل 41، أما جي تي أو الأورا جي تي هي النسخة اللي بيكون فيها بعض الإضافات الكمالية، خلينا نحكي من الداخل والخارج، بوصل سعرها ل 47 ألف. تتضمن المزايا أيضا أنه هاي السيارة حصلت على تصنيف 5 نجوم في تقييم السلامة، شكلها أيضا لطيف وفيها متسع جيد في الداخل، والأنظمة المساعدة بالقيادة متوفرة، والتجهيز بالإجمال جيد. أما العيوب فخلينا نحكي عن الصندوق الخلفي، أنه فعليا صعب أنك أنت تستخدمه مع هاي الحافة الغائرة للأسفل بشكل كبير.
جالسين في المقاعد الخلفية، ما في عندهم فتحات للتكييف، وهذا شيء يعني غير مقبول في العصر الحديث. أما الشيء الأخير اللي ما نحكي عنه بالنسبة للعيوب، فهو أنه بعض أنظمة السلامة والأمان ما بتحس أنها سلسة بالاستجابة. وآخر إشي مزعج فعليا في هاي السيارة، أنك أنت لما بتشحنها بتضل الشاشة الداخلية شغالة، يعني أي شخص بمر من جنب السيارة بالليل بيحس أنها مضاءة وبالتالي تجذب الأنظار. بعتقد أنه هذا شيء ممكن حله ببساطة لو شاءت أورا. بالإجمال بنشوف أنه هاي السيارة مقبولة التجهيزات، سعرها لطيف، بتنافس مثل ما حكينا الام جي 4 والام جي زد اس اذا انت عم تطلع على الاس يو في الصغيره، وبتنافس الدولفين البي واي دي دولفين، وبتنافس البي واي دي اتو 3 ايضا. ما بعرف لو كان الخيار لي ايش بختار، ولكن اذا بدك تطلع على سياره بهاي المواصفات وهاي التجهيزات، نحن اوريدي جربنا الام جي 4 الاسبوع الماضي. نحن منجرب دائما ومنخبركم مشان تاخذوا الخيار الافضل لكم. بنشوفكم المره الجايه ومع السلامه.